يأتي هذا فيما تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم مع اقترابها من حاجز 100,000 شخص بوتيرة تصاعدية منذ انطلاقها، بالتزامن مع تأكيد الجهات الصحية والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية. تستمر الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في الوقت الذي تبذل الكوادر الصحية جهودا جبارة للقضاء على الفيروس، مع تأكيدات من الفريق الوطني والكوادر الصحية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة أخذ اللقاح لما له من دور هام في التكامل مع جهود الفريق الوطني والحملة الوطنية للتطعيم. ما قصروا، عفى الله عنهم البلاء، ما قصرت حكومتنا، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير ويطول بعمر أبو سلمون وعيايله وأمة محمد أجمعين. والله ما في، كل شيء الأمور طيبة، يعني حتى من الأبرة الأولية، وكنت أول شيء متردد متخوف، بس أشوفها ما توقعتها، يعني كان كلش سلسة وعادية ولا تحس بأي شيء، يعني والأمور خير يعني. وبمواصلة بحذر يقبل المواطنون والمقيمون على أرض مملكة البحرين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما يثبته الإحصاء اليومي للفريق الوطني، والذي يشير إلى اقتراب عدد متلقي التطعيم من 100,000 فرد، حيث تسير الحملة الوطنية للتطعيم بوتيرة تصاعدية منذ اليوم الأول لإطلاقها في مملكة البحرين. سلامتي وسلامة الآخرين، فأخذت الجرعة الأولى والحين جيت للثانية. لابد أن يكون لدينا مستوى من الوعي والإدراك بأن هذا اللقاح هو فيه حماية وفيه تحصين وفيه وقاية من الأمراض. نعم، في ناس مكبرين الموضوع، هو ما يبي شيء الموضوع، لا ولا تعور ولا شيء، مو بعملية ولا شيء، إبرة تلقيح خلاص. إن وعي المواطنين والمقيمين بأهمية اللقاح وجميع الإجراءات الاحترازية والتي تواكب جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أصبح مشار له بالبنان، فالانتصار على فيروس كورونا وتقليل رقعة انتشاره لا يمكن أن يكون إلا بالجهود التكاملية بين الأفراد والجهات الطبية المسؤولة. وكانت وزارة الصحة قد جددت دعوة أفراد المجتمع إلى مواصلة اتباع الإرشادات التوعوية والتحذير من أن الخطر لا يزال موجوداً، وهو ما يستدعي المواصلة بحذر في هذه المرحلة الهامة من مراحل التصدي للجائحة. وأكدت الوزارة بأن التراخي في تطبيق الإجراءات سيفضي إلى زيادة الحالات المسجلة.